Hello, hello, and welcome to another video. معكم محمد أمين الهاشمي دكتوران في الميكانيكا ريزي سيستم. واليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتعلم واحد لوتي صغير كاين في كاتيا واللي غادي يعاونكم بزاف باش تعرفوا الاناليز ديال لي زيبيسور. بقاو معنا من بعد الفاصل. بعد ما كنحلو كاتيا وكنحلو لا بيس ديالنا عندنا واحد لي كونديسيون صغار اللي خصنا نعرفوهم باش نخدمو بهاد لوتي. دونك بروميرمون كيخص لا بيس تكون فوليوم ما تكونش يعني جوست سورفاسيك. دوزيامون كيخص لا بيس تكون ان كور ما تكونش يعني غير مشتته ما تكونش يعني بيس مفرقه. و تروازيامون كيخصها تكون بارت وماشي برودكت. دونك كنمشيو لعند هاد لوتي اللي كيتسمى وول ثيكنس اناليسيس. تكليكو عليه ومن بعد تنشوزيو لا بيس اللي نخدمو عليها اللي هي هادي. ابخي تنقلبو لا توليرونس. الا كنتي بغيتي تخدم بهاد لا توليرونس 0.2 تقد تخليها، سينون تقد دير 0.1. دونك حنا غنديرو 0.1 جوست بور لا بريسيزيون باش نعرفو هاد لوتي كيفاش يخدم. دونك ديرنيامون غنديرو ران. بعد ما كيكمل لو شارجمون ديال هاد وول ثيكنس اناليسيس كيعطينا هاد لا بيس فيها دي كولور. هاد لي كولور كي يعنيو دي زيبيسور، يعني كل كولور كتعطيك تيكنس تعطيك ابيسور. دونك هنا مثلا الى بوينتينا لا سوري سور لو روج عطينا من 0 حتى 0.5. الى بوينتينا مثلا على لو بلو عطينا 2.25، لو بلو 2.25. دونك شاك كولور كتعطيك واحد ليبيسور. نقدروا نعرفوا ليبيسور ديال شاك كولور غير من كولورز. هنا كتعطيك لي زيبيسور اللي كيفاريو من 0 حتى 2.273. دونك هادو هذا هو لوتي ديال وول ثيكنس اناليسيس. وتقدروا مره مره باش تلعبوا مثلا في لي زوبسيون ديالو مثلا انبوت تبدلوا فيه شي حاجه باس 0.1 ديروا 0.001 او بيان 0.0001. دونك على حسب لا ليميت اللي عندكم في كاتيا. وتقدروا تلعبوا بلا ميدود اما سفير او بيان غاي. ولا سيكسيون الاخيره كتعطيك سولمون دي سيكسيون ديناميك. دونك هادشي يعني شي حاجه اللي هي افونسي تقدروا تعرفوها في شي توتوريال اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنى انكم استفدتوا من هذا لا فيديو. والا كنتو كاع خدمتوا بالوول ثيكنس اناليسيس ما نكرهش انكم تخليو ليا في كومونتير يعني شنو كديروا بها، سواء الا كنتو خدامين بها او لا كتقراو. وكان انفيتيكم عاوتاني باش تدخلوا لعند لو سيت ويب ديال السونتر اللي خدام عليه انا واللي هو skycenter.ma. كنتمنى انكم تدخلوا لو سيت ويب اللي غتلقاو اللين ديالو هنا في البلاصه هذه. دونك غتدخلوا ليه وغادي تعرفوا شويه على لي زاكتيفيتي اللي كندير و ميم طون تريننج بروجرامز. غتعرفوا هنا لي ريدكسيون اللي عندنا. تقدروا تكونتاكتيونا في كونتاكت اس سواء هنا في لو سيت سواء على هاد لي زانفورماسيون. شكرا بزاف على حسن المتابعه. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. واللي مازال ما تابوناش نتمنى انه يدير ابوني. ونتلاقاو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.